فرحان برشا اليوم باش نحكي مع الممثلة نجلة بن عبد الله. الانترفيو نجلة بن عبد الله ضيفتي اليوم، مرحبا. مرحبا بك يعيش، ميرسي بور لافيتاسيون. مرحبا بك في موزايك اف ام. انت كنت موجوده في مسرحيه عزيز جبالي بينومي اس بلس 1 اللي تعديت نهار 9 جويلية في مهرجان الحمامات الدولي. نتصور تجربه مهمه برشا نجلة. بيان سور تجربه مهمه برشا باسكو هي اول تجربه لي انا في التياتر، معناتها من بعد قداش من مسلسل عملت وقداش من فيلم عملت. وبالنسبه لي انا التياتر عنده بلاصه كبيره، ونورمالمون جو كومونس بار تياتر، مي كانت الطريق الاسهل اني نمثل، اني خاطر التياتر كما تعرف تحب له برشا ديسبونيبيليتي وبرشا ديسيبلين وكل شيء. انا ما كانش عندي الوقت لهذا الكل، دونك توا يظهر لي لا ديبيتون، توا ديبيتون انا في المسرح. بين تجربتك الاولى في التلفزه مكتوب وتجربتك الاولى في المسرح، شنو الاختلافات؟ في مكتوب دخلت تلقى موندو، توا انت في المسرح دخلت كيف تلقى موندو اخ، شنو الاختلافات بيناتهم؟ الموندو نتاع المسرح بطبيعه الحال بلو فري. بلو فري على خاطرك الساعه قدامك جمهور، معناتها باش يحكم عليك توت سويت بالوقت، وعندك وقت يحكم فيك، عندك يعني برشا بليزيور بارامتر اللي يحكموا فيك اللي هما بيتيتر مش موجودين في التمثيل في في في, في التيلي. في التيلي تغلط تقص وتعاود، بيتيتر في التياتر لا، لازمك ترقع وتو امبروفيز وكل شيء، معناتها لازمك بوكو بلوس دو بريزونس ديسبري، بوكو بلوس دو حتى بور لي ريبيتيسيون كل شيء لازمك اكثر ديسبونيبيليتي واكثر. دونك فوالا معناتها ديفيرونس كبيره برشا. شنو اللي اكتشفت بالاخص في الديتاي هذا؟ مثلا في المسلسلات وفي الافلام نعرف انه ساعات تجي هكا مثلا نجلة بن عبد الله بتصور مشهد تقول لي نحب نعاود نحب نعمل مخير في المسرح، اذا التجربه هذيك تعمله في البرايف، لكن كي تدخل تمثل سور سين ما عادش عندك الحق في انه ايجا نعاود من الاول. خليك هذا تكتشف حاجات في روحك جديده، كوتي جديد من نجلة بن عبد الله الممثله. بيان سور وي مي على بروف زيد بالنسبه لي انا بالنسبه لروحي، على خاطر كيف ما قلت لك معناتها المسرح ما مش باش يرحمك، معناتها يا عندك يا ما عندكش، يا تعطي يا ما تعطيش. ابخي زيد لازمك تكون اتنتيف، لازمك تتعلم، وما تقولش انا راني على خاطر مثلت فرقه قداش راهو سي ديفيرونس سي با لا ميم شوز. مش انا خاطر نجلة بن عبد الله عندي اون كارير بيان ديتيرميني في التمثيل، معناتها في مسلسلات ولا في افلام ولا حاجه، معناتها انا نجلة بن عبد الله في التياتر ماهوش كيف سامحني، ماهوش نفس الديسبونيبيليتي، ماهيش نفس الامبليكاسيون، ماهيش نفس وتبارك الله، معناتها كيما تشوفوا تويك اي واحد ينجم يمثل، معناتها نحطوه قدام كاميرا نقولوا له اعمل هكا اعمل هكا تبسم البس هكا، على خاطر سي تروب اكسي سور ليماج مو سور لو كونتوني. المسرح لا، يا اما فما كونتوني يا اما ما يصلحش. انت كي قلت انه اي واحد ينجم يمثل، يعني تقول نجلة بن عبد الله انه نوعا ما ولات توا نختار كلمه هكا ولات سهله برشا التمثيل، نحكي في الكوتي نتاع هكا. لا مش سهله، مش حكايه سهله، ولينا اكسيسيبل اكثر. اكسيسيبل اكثر اول حاجه، وثاني حاجه هاني قلت لك لو موند دو ليماج اي ديفيرون، معناتها ما عادش نركزوا على تيزابتيتود ولا على كفاءتك ولا على في التمثيل، ولا معناتها اي سوفي باش نبداو عندنا ان فيزيك افونتاج جو، اي سوفي باش نبداو عندنا اون سيرتين نوتوريتي باش والحكايه هذه ما فماش في المسرح، ما فماش في المسرح. ما تنجمش تكون معناتها انت على خاطرك مشهور ولا حاجه باش يعطيوك دور البطوله، معناتها ما نجموش يلعبوا بمسرحيه، معناتها فهمت ماهوش معقول. بالنسبه للمسرح خديت دروس ولا كانت تجربه في وسط بينومي اس بلس 1؟ معناها اسكو عملت فورماسيون تياترال ولا ديريكتومون دخلت والفورماسيون كانت في البينومي بيدا؟ اوزولي انا باش نفسر لك حاجه، انا وقت اللي كون جيتي جون حبيت التمثيل من المسرح. باهي. مش حبيت التمثيل، ما كانش يجي لبالي جمله اللي انا باش نمثل مسلسل ولا فيلم، معناتها في مخي حتى ما كانش موجوده. وانا حكيت الغرام بالنسبه لنجلة بن عبد الله بديت المسرح. الغرام بديت من المسرح، ما بديتش من الواحد. ابخي عملت دي زاتولي بيان سور، عملت دي زاتولي افيك دي زاكتور معروفين كيما نعمل حمدا وغيرهم، مي بعد دخلت في التجربه مع بينومي مع ممثلين معناتها هما اولاد المسرح. وكي تبدا مع اولاد المسرح اني كنت خدمت معاهم قبل في امبيونس وكل شيء، سي اون اوتر امبيونس، سي الناس عندهم برشا يعطيوك برشا يهزوك معاهم، فهمت؟ سي ديفيرون، يعني مش كل واحد يضرب على درابو، سي با سا، سي ان ترافاي ديكيب، وتلقى روحك حتى كان انت عندك اون ديفايونس والا حاجه، لو جروب هذاك يهز معاك وتتعلم منه، اون تو كوريج، وجوست هكا تبدا انت ماكش معناتها سوسيبتيبل، معناتها تبدا انت قابله لانه الناس يعطيوك لي كريتيك ويقولوا
تقول على خاطر تحب ولا تكره قلت لك سي تري ديفيرون من التلفزه سي تري ديفيرون حتى من السينما. تجربه بينومي اس بلس ان نجم نقولوا حاله الشهي نجم عبد الله لتجارب مسرحيه اخرى. بيان سور حاله الشهي هي لتجارب مسرحيه اخرى وحاله الشهي زاد سورتو لاني جو ريبرون معناتها مو يعب انسان يبدا غويي ساعات فهمت نحس انا فكلت قزقيزه تو لازمني نسرحها تقزقيزه هذيك بوغ بوفوار باسي اوت شوز. دورك في بينومي اس بلس ان فيما يخص العرض نتاع حمامات العرض اللي كان سولد اوت كان مختلف على الحلقات الاولى خاطر انت كنت موجوده في البروجيم الاول كي كان مجموعه من الحلقات نذكر هي سلسله مسرحيه مكونه من 5 حلقات وانت كنت موجوده في واحده من الحلقات هذه لكن توا نحكيو على فورما اخر اللي هو عرض كامل مدته ساعتين وصار حتى تبديل هكا في النص والكل كان مختلف على الحلقات دورك. هو كان مختلف على خاطر انا كنت الفيزافي نتاعي هي العياد وهي اللي معناتها تعذر لها انها تكون معنا في البروجي دونك اون فيزيوني دو سيكونس السيكونس اللي مع اللي كانت مع فاطمه صفر وحدها وسيكونس اخرى اللي هي سيكونس نتاعي انا اون اسيي دو شانجي البيرسوناج نتاعي انا بور بوفوار معناتها جوستمون فير هكا لو تابلو هذاك اللي شفتوه انتم. من الحاجات اللي نشوفوها في بينومي اس بلس ان هي اول حاجه قبول الاختلاف ثاني حاجه نقبلوا الاحلام نتاع ساعات يجي ما نعرفش انا شنو تحب تطلع كي تكبر نحب نطلع مثلا مصمم ازياء تحس انه ياسر في تونس فما الضغط من لي بارون ساعات يقول لك فما مهن ما نعرفش كيفاش نسميها لكن يقول لك مبتذله والا يقول لك ماهيش راقيه اجتماعيا يعني فما مثلا يقول لك نحب ولدي يطلع طبيب يطلع محامي يطلع استاذ يطلع دكتور في حاجه معينه لكن فما مهن اخرى علاش ديما فما الاستنقاص هذايا معناها على خاطر اني قلت لك فما عندنا الاستنقاص يمكن على خاطر يا اما البو ولا الام على خاطر هو ماهوش طبيب ولا هو ماهوش محامي يحب ولده يطلع هكايا والا هو محامي لازم ولده ما يطلع كان هكا وما يطلع كان في كل واحد عنده لابتيتود نتاعو فما انا مثلا مخي في صنعاء انا يديا تخرج الذهب ما 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 عينيش باش نبدا لطبيب ما نحملش الدم انا يا خويا ما نحملش الدم معناتها بينا بابا يحمل الدم انا ما نحملش الدم سي ديفيرون لازمنا نقبلوا لا فيبر ارتستيك اللي تبدا في صغيرنا لازمنا نقبلوا لا ديفيرونس اللي تبدا في صغيرنا الحاجه الوحيده اللي كو تو بو اكزيجي من ولدك حاول باش تكون احسن حاجه في الدومين اللي تعمل فيه كان تعمل في الساندويتشات كافتيش نرجعوا للكافتيش كون اقوى كافتيجيست لو كان تعمل في كان كتيرزي وجوست تعمل كون اقوى واحد يعمل العطفه واقوى واحد اذا كان انت عندك بريسين كون تكون عندك اقوى حديد وديما عندك لي برودوي اديكوا وحوايجك يكون كانك انت محامي حاول تكون انزه محامي واكثر محامي دغوا واكثر كانك كيف كيف كانك طبيب زيد كيف كيف معناتها مهنه راقيه برشا معناتها ما تتلوثش ما تتدنسش وكل شيء دونك انت ديما كذا تحاول تعطي ما عندك في الحاجه اللي تحبها كاو معناها الشرط عادي يمكن نقولوا احنا لوبليغاسيون الوحيده اللي نجموا نحكيوا عليها انه فكره التميز تفرض التميز مش معناتها لازمك تميز في دومين تختاره انت فوالا تحاول انك تتميز على خاطر ديما فما شكون خير منك معناتها ماهوش مشكل هذا اما كي انت تعمل اللي باش تعمله برشا حب وبرشا امبليكاسيون وبرشا ديسيبلين ما تنجمش ما تنجحش راه نحكي على اعمالك نجم بن عبد الله مهدي الهميدي كعمل اول فيلم تالا مونا مور عيط لك في دور بطوله مهدي البرساوي كعمل فيلم الاول بكنايش جابك بطله ظافر العابدين اول مره يخرج في حياته غدوه عيط لك معاه كبطله عزيز جبالي في اول تجربه مسرحيه ليه كمخرج عيط لك معاه نجم بن عبد الله وجه الخير يسبيخ بيزا وانا مين نعرف والله واش خص معناتها باهية واش خص محليها الفازه معناتها اذا كان يسبيختوا بيا وسلكوها نجم نقولوا هذا زاد يحملك مسؤوليه اليوم نجم بن عبد الله فرضه تسمع معناها نجم نقولوا بالخدم اللي خدمتهم الكل معناها في تونس والناس الكل حتى كما يعرفلكش اعمالك الكل باش يعرف عمل منهم وشفناك في عديد الاعمال والكل نقولوا اليوم وليت عندك نوعا ما مسؤوليه نتاع انا المخرجين عندهم فيا ثقه سواء في الدراما ولا في السينما ولا هاو توا في المسرح ولات هذه حاجه شنو تعني لك نجم؟ هي المسؤوليه راهي مش للمخرجين كهو المسؤوليه قدام المخرجين ومسؤوليه قدام الناس اللي تفرج فيك على خاطر انا كي نتفرج في روحي اول ما مثلت في مكتوب ونتفرج في روحي توا نقول معناتها وين كنا وين اصبحنا معناتها فما اون ديفيرونس كبيره انا بدي نغطي وجهي كيف نشوف روحي كيف كنت نمثل مي سي با مال نون بلو على خاطر الانسان معناتها سي نيفولو با زايد الانسان اللي ما يتعلمش وما يقدمش زايد
مسؤوليه وي مسؤوليه قدام الناس اللي تتفرج فيا زاد كيف كيف باش ما نخذلهمش باش ما نوريهمش بيان كو راهو الانسان سبحان الله راهو ساعات تحكوا في حدث دي سيركونستانس والممثل ولا الفنان بصفه عامه ولا المغني ولا حاجه ساعات يمر هو نفسه بازمه نفسيه ازمه فهمت تخليه تاثر زاد على العمل نتاعو تاثر على انا جسي واعوذ بالله من كلمه انا اني نكون نتقدم حتى كان نقدمش ان شاء الله بنكته نحاول نعطي لك المتفرج اللي تفرج فيا ان كونتوني ديسان راهو ساعات نصيبو ساعات نخيبو اما المفيد انك تكون تشال انتونسيون دو بيان فير فهمت مش معناتها سيغ تي زاكي قاعده وانا ممثل عظيم ما فما حتى واحد عظيم معناتها العظمه ماهيش موجوده والعظمه في مخ العبد وانسان اذا كان بدا يخمم في العظمه هذاك هو افهم بدا سي لو ديبي دو لا فان لا لا لو ديبي دو لا فان سي سني با لا فان ديجا نحكيو زيد على التمثيل نجلة وانت كما قلت بدايتك كانت في مكتوب مش بدايتي بدا في مكتوب اتونسيون alors انا قبل مكتوب خدمت فوس نوت مع مجدي سميري اول عمل مع مجدي سميري خدمت الهروب من كارتاج مع مديح بالعيد خدمت في برشا دي برودكسيون ايطاليان وقت اللي كانت فما سوسيتي اسمها لوكس هوني نخدموا خدمت عملت سانتا باربرا عملت ميلا اون نوتي كوم رول سيكوندير مي الافلام هذوما راني تعلمت منهم برشا هذوما اللي تعلمت مثلت مع ممثلين كبار معناتها ايطاليان امريكان فهمت وتتعلم منهم برشا برشا ومن بعد جيت مكتوب اما مكتوب كان العمل اللي عرف توينسه بيا وانت تعرف انه بالحق الاعمال التلفزيه بصفه عامه الاعمال التلفزيه خاطر سي لاماس الناس الكل تتفرج فيك دونك سي توت افي نورمال باش يعرفوني وقتها العباد وكان وجه جديد واداء جديد وكنت بون اداء توا كيف نشوفوا يجيني ضحك هذيك تقعد ديما في خانه البدايات حاجه عاديه جدا معناها والممثل ديما يتعلم فما برشا ممثلين يتبدلوا فما برشا ممثلين بداوا ومعناها كي تشوفوا بعد 10 و20 سنه تبهت تقول هذا كيفاش كان كيفاش شنو اللي تبدل فيه تولي تقول للعباد اللي تفرجوا فيك سامحوني راني ما كنتش نقصد اما شنو اللي تبدل فيه شنو اللي تزيد لك في المسيره هذه الكل بدي ساعه برشا برشا ماتوريتي برشا فلويديتي برشا قدر للمهنه كل عمال كنت تزيد نهار تخدم في الخدمه هذه عمل تزيد قدرها اكثر عمل تزيد تخاف اكثر عمل تزيد تولي اكزيجون اكثر عمل تولي غفيني اكثر سنسيبل اكثر سي با فري اللي يقول لك كل ما وين تزيد تاخذ الهف وكل شيء نو نو سي با فري بالعكس انا نتصور كل ما وين تزيد نهار كل ما تولي عندك مسؤوليه كبيره وتولي تخاف انك ما تكونش على اوتور اكثر من قبل يمكن هكاك كل لا جونيس ماشي بيك وكل توا زلقه بفلقه توا ما تنجمش تسمح لنفسك انك تقدم حاجه مبتذله والا وتعاتب روحك برشا ترجع على روحك برشا اذا كان قدمت كونتوني اللي انت تنجم يكون معناتها عجب عامه لكن انت تبدا مش مقتنع على نفسك دونك سي بالعكس ديفيرون كان نحكيو على وموضوع هذا ولا يتحكي برشا في المده الاخرى موضوع الصحه النفسيه الصحه النفسيه نعرف اللي فما حتى برشا مهن يقول لك ديما يصر على الصحه النفسيه لصاحب المهنه الفلانيه الممثل والممثله عنده زاد صحه نفسيه بيان سور فماش هكا حاجه انا ظهرت لك صحتي النفسيه زعما با ما نعرفش ليه ليه تفضل مادامك سالتني مادامك سالتني سؤال هذا انت تبارك الله عليك ذكي وانا معناتها سافا نفهم انا سؤالي لهنا سؤالي لهنا هل ترى انه مهنه التمثيل تنجم التعب نفسيا معناها شنو اللي تعب فيها خاطر انا نسال فيك لهنا انا مانيش ممثل انت ممثله وانت عايشه في الحاجه دي كيما برشا ممثلين وممثلات شنو هو ينجم يكون تاثير على الصحه النفسيه التمثيل على الصحه شنو معناتها هو تمثيل في حد ذاته اذا كان معناتها تتمكن زمام الامور وتكون عندك لي زوتي الكل راه ماهوش باش يتعبك على خاطر كيفاش كي بدينا نمثلوا ساعات بالفيكو نتاعك تمثل بالفيكو نتاعك تمثل تو تخابيل شنو انت عشت ساعات دون زام مومون ينجم يكون هذاك ثيرابي في اوقات اخرين ويولي صعيب انك تخرج من الشخصيه هذيك على خاطرك حطيت ياسر من روحك وجبت قجرات في روحك اللي صعيب من بعد باش تسكرها من بعد يولي تولي عندك مفاتح اخرين ودي زوتي اخرين تستعملهم اللي ما يمسوكش من داخل
ما يمسوكش من داخل فهمت. انت لازمك تو تو بريزيرف ان طونك اكتور باش تنجم هذايا بيان سور تتعلموا. انا مانيش معناتها فورماسيون تاعي ماهيش اكاديميك دونك انا نتعلم سور لو تان. نتعلموا من الممثلين الكبار اللي معايا. انصحني فلان ينصحني فدان تقول لي فلتانه معناتها بيان سور بيان سور يقولوا لي نجله ما عمرك ولا تبيز من داخل انت لانك تنجم تضر نفسك فهمت. دونك ولا سنسيبيليتي نتاع الممثل تخليه عرضه جوستمون خاطر ما نتصورش انه فما ممثل ماهوش سنسيبل. معناتها انك باش توصل اي دور بون سنسيبيليتي بيان ديتيرميني لازم فما ان مينيموم تاع احساس. دونك مش التمثيل في حد ذاته هو اللي ياثر على صحتك النفسيه. تعاطيك كيفاش تتعاطى مع التمثيل كيفاش تتامبليك في التمثيل comment tu te dévoiles والا كيفاش تمس نفسك من داخل والا تعرف تخلي اكلا ديستانس ما بين نفسك وما بين الشخصيه اللي انت تعمل فيها. وبطبيعه الحال ليتا جينيرال دي شوز اللي هو يمس الممثل وقت اللي يراو انه خدمه بالنوبل هذيا وبالفيانه هذيا وبال ولات معناتها في الساقين فهمت. حاجه تمسك برشا. تشوف حال الممثل اليوم في تونس حاجه تمسك برشا. كيفاش مانيش نحكي علي انا نحكي انا راهو راهو انا مانيش نحكي مانيش من منطلق شخصي فقط. معناتها انا كي نرى اسامي كبار في تونس اليوم معناتها يا با دو ريكونيسونس يا با دو ريكونيسونس للممثل. اسامي كي نحكي لك اسامي كبار يعني اسامي انا كي نقولهم ركيبي تولي ترعش فهمت. ولا داعي من ذكر الاسماء خاطر ماهوش حلو. معناتها اسامي كي نقولهم انا فلان تو كي راه فلان ولا فلتانة عرفت نبدا بكل نرعش ونبدا جو سوي هكا معناتها يعني بعين كبيره. وكي راه لي برودكسيون كيفاش تتعامل مع لي بونتور هذوما اللي عندنا وزينه البلاد كما يقولوا احنا تقول وين التمثيل وين الفن بصفه عامه في هذا الكل. حاجه كيف هكا نجب عبد الله تخوفك فكره انه ما فماش ريكونيسونس فكره انه انت قلت المهنه ماهيش ماخذه حظها بالبي ما تخوفكش حاجه كيف هكا؟ هاي بيان سور تخوفني. ولكن انا يجي نحب بطل على خاطر انا قلت نبطل. انا قلت نحب نبطل بيان سور على خاطر فما برشا دخلاء. كي نقول دخلاء شنو معناتها؟ مش ما عندكش فورماسيون اكاديميك. انا راني نقولها ونعاودها وافتخر وما عندي حتى مشكل جو لي با اون فورماسيون. اما انا راني ما نتخوش على بدني اولا قابلة للتعلم. كيف يجيني معناتها ممثل عنده 5000 سنة كارير وعامل ترقى دائما مسرحية وعامل ترقى دائما مسلسل ويعمل لي اون غوماخ مش نبدا انا ليه ومنين يفهم هذا تي بربي انا في كات كات دو نعمل نولي مشهورة. هو وقت اللي الموازين تتقلب وقت اللي لو بوت من التمثيل يتقلب وتولي ما عادش هي رسالة فنية تولي ما عادش وقتها ان بوت حاجة معناتها متميزة وراقية. نوليو احنا نعملو هذية باش ناخذو برشا فلوس نعملو هذية باش نتشهرو برشا نعملو هذية باش على خاطر ستون بلاتفورم بالنسبة لي احنا تلفيق لي زوبجيكتيف تبدلو لي زوبجيكتيف تبدلو وقتها وين يبدا القلق. اش قولك في الجونة متاع دخلوا يمثلوا باش يكبروا الانستغرام بتاعه وصارت ينجم يكون صحيح في بعض الحالات ينجم يكون صحيح في بعض الحالات. هل انه معناها اليوم تلقى ممثل او ممثله يمثلوا في عمل رمضان واش نعمل؟ شو معناها ممثل ولا ممثل؟ ليه ممثل يقول يعني انا كي مثلت في مكتوب وليت ممثله سي مش وليت امالي مثلت اسمك مثلت في جينيريك اخذت رول خدمت مع مخرج خدمت مع ايكيب تعرض للمسلسل ودوري كيما فما ناس شكرت فما ناس نقدت هذه حاجه عاديه تصير في الادوار الكل. لكن ممثله احنا مانيش في التسميات نتاع الجينيريك قبل في مصر تلقى مثلا الممثله القديره الوجه الجديد كذا ما عندناش هذا احنا. لكن ممثل ساعات تلقى ناس خلي بالك اون دو فري على خاطر كلمه ممثل معناتها ما نجمش انا نجي نقارن بروحي باكس بيرسون بايجا نحيو كلمه احنا نتاع ممثل عنده ترقديه من فيلم في الكارير نتاعو ترقديه ممثل وتخذيه ترقديه من جائزه وعلى قدر من العلم ومن الحنكه ومن واحد انا نجي نقارن في روحي به كيف كيف. لا ماهوش كيف كيف فما باركور لازمك تتعديه باش توصل لهذيك فهمت. نبدلوا الجمله يقول لك انا مثلا ندخل نمثل نعمل دور باش نكبر الانستغرام تاعي اي فما موجود باسكو العباد ما عادش تحب تقرا تحب. اما في حاله انه خاطر انت كنت تحكي توا نجم عبد الله معناها هذا في فكان البلايص ناس اخرين تستحق
هنا الاوبجيكتيف نتاعي والله بالنسبه لي انا ما فهمش فكان بالنسبه لي انا اذا كان انت ما ريتنيش في الدوره هذيك ولا في الدوره هذيك سيكو ما تشوفنيش اذا كان فما توا فما اللي يجيو مثلا من انستغرام ولا وياخذوا فوق بلاصتهم علاش فوق بلاصتهم على خاطر فما امباز خاطر الانسان هذيك ولا السيده هذيك ولا الطفله هذيك ولا الوليده هذيك يحبوا تمثيل ويجي يحبوا يتشهروا ويحبوا اللي يولي ويولي لي عامل 5570 في الانستغرام ما معناتها مي لو كونترير اي فري فما ناس تحب تتشهر جوستومون باش فوالا يكبر الانستغرام قلت لك عبيد ما عادش تحب تقرا صغار تويك ما عادش تحب تقرا تحب تخرج من المكتب على خاطر بالنسبه ليهم يحطوا قدامه انستغرام واحد وينجم ينجم يجيب برشا فلوس بالانستغرام معناتها ما غير كرياسيون دو كونتوني حتى يا كلك كرياتور دو كونتوني في تونس انا يعدي يصور لك في نهار تيلي رياليتي في شكلها الجديد تيلي رياليتي اللي هي عندي انا اكثر حاجه مبتذله في الدنيا نبداوها هكا لوفت ستوري وبداوها الامريكان كملوها الفرنسيس واحنا اون كونسوم كالعاده برشا ممثلين ساعات وممثلات كي يتسألوا احيانا على ادوار معينه يحبوا يعملوها ملي نتذكروا مثلا ظاف العابدين مره تسل قال لنا نتمنى ان نقدم شخصيه ابن خلدون في دور فما شخصيه تاريخيه تستهويك نجله باش ديما نقول هذا مش انا بركه تسالي سؤال هذا ونقول له ديما انا نحب ان نمثل شخصيه عليسه خاطرها شخصيه ياسر فيها برشا قوة فيها برشا سنسيبيليتي فيها برشا فيكو فيها برشا وجيعة فيها برشا فرحة فيها نهاية معناتها حزينة فيها برشا حاجات معناتها بالنسبة لي أنا سيت اون فيغور معناتها اللي فيها ما يتحكي وفيها ما يتمشمش و تخي تخي معناتها حتى كدور معناتها بالنسبة لي أنا كممثلة فيه برشا دي كوتي اللي هما كي سون أليشان تحكي زادة نجل على الانتشار العربي وأنت تعرف إنه الانتشار العربي فما عنا عديد الأمثلة يقول لك الشرط الاولاني انك تستقر في البلاد هذيك ما نجمش يا ناس قدروا وظروفي راني ما نجمش ما نعيشش في تونس راهو بالنسبه لي انا يمكن هو صحه راس بالفارغ يمكن اما انا بالنسبه لي انا اذا كان الناس كل باش نخرجوا من البلاد شكون باش يقعد فيها معناها بالنسبه لي شكون باش يقعد فيها سامحني كان الكل باش نمشيو نمثلوا لبرا ما اقعد هوني وغوفونديك بشويه اليوم تاخذ شطر صباع بعد غدوه تاخذ ربع صباع بعد غدوه شطر صباع اللي خذيته يتنحى لك بعد غدوه يرجع لك صباع كامل انسي دو سويت سي لا لوت معناتها يوميا وانا جو بريفير الحقيقه اني نقعد في بلادي عندي لو مال دو باي نحب نقعد في بلادي نحب يزربوا فيا لبرا قالوا لي يخرج انا مازال يونس قالوا لي ما نجمش ما نخرجش من بلادي معناتها الحقيقه نحبذ اني انا نجيني خدمه علاش معناتها احنا يشوفوا تبارك الله معناتها كيما احنا نتفرجوا في الاعمال البرا هما زيد نصور انهم سالو غريف باش يتفرجوا في اعمالنا وكل شيء وانهم يشوفوا ممثلين وسلون ممثلين يعجبوهم انه عيطوا لهم وهذيك صارت معناتها صارت انه انا عيطوا لي ومثلت في ان بروجي عرب وانا في تونس على روحي معناتها هذا نحكيوا على الدراما عمناو في تونس ما فماش نجم عبد الله لا ما فماش هو راهو ماهوش بشرطه نكون هو راهو ديما نسال وحنا وقت تعرف اسكو كلموك وانت ما قبلتش اسكو انت قلت لا يمكن عندي التزامات اخرى الحقيقه كلموني على عمل تونسي وكيما كيف ما صحش وانا خدمت فيه ما يجيش يقول والله كلموني وانا رفضت انا لا ما رفضت لحتى شيء انا سا كوانسيدي مع الخدمه نتاعي كنت نصور في ان بروجي في المغرب مسلسل الوعد نصور في الجزء الثاني والثالث معناتها مش معناتها حاجه جديده اني نصورها معناتها كيما نقولوا احنا ديجا معناتها ديجا مشروع بديت فيه فهمت دونك ما نجمتش وسا كوانسيدي مع نفس البيريود اللي باش نصور فيها دونك ما نجمتش نصور في المسلسل التونسي هذا هما ثلاثه نجل اما سامحني ما نجمش نقول اي اذا كان اللي مثلوا فيه باش تقول لي انا دور وتقول لي ترى شنو وكي انا باش نقول اني انا باش نقول اش معناتها معناتها هي فخره كلموني والله كلموني نجموا ما كلمونيش مش مطالب حد باش يكلمني راه معناتها فهمت مي انا ما ليلي مش باش نعطيك حتى اسم ما غير ما ناخذ خاطر شفت دي كومونتير ما عجبونيش على انا عيطوا لي وما حبيتش وانا ما لوي في بروفيل با وربي معاه اللي يخدم وبالعكس معناتها توتا سون اونور وعملت الدور بالكدا ولا عملت الدور بالكدا وتلك هي الحياه
بالنسبه ما عادي ما ماكش مكان على العباد تقول راي كلموني ثلاثه وانا خمم وزلت لا 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 انا ما كلمونيش ما كلمونيش لا لا انا سنيك كلموني من الاول بالكل ما قبل حتى لا يبداو في الكاستينغ وما نجمتش معناتها التزامات مهنيه علاش نقول عيطوا لي ما معناتها علاش مشاريعك القادمه يا جبر عبد الله شنو نجم نعرف عليه حانوت كفتيش ليش اسمه الحانوت وجه تقولي ما نعرفتيش لا لا مزيت لا في الاسم مزيت لا في الاسم توكي نلقى الاسم نقول لك باغ كونتر لا لا ان شاء الله بشويه بشويه جو في ريبوند دي كور دو تياتر شوف دي زاتوليه مع زملائي الممثلين اللي عندهم معناتها خبره كبيره في التياتر وكل شيء ومنه هو تياتر بتبيع توت فرهيده راه بتبيع توت فرهيده بتبيع راه فيه برشا برشا معناتها تفرهد 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 انا تو نحمل تفرهد هذيك نجا بن عبد الله عنوان نجا بن عبد الله الفترة الجاية تحب تتفرهد تفتح مخها ترتاح وهذا كل ميرسي بوكو نجا بن عبد الله فرحان برشا اللي كنت ضيفتي اليوم